وانت بتحلم في الوادي ده كنت بتحلم تبقى ايه؟ ما كانش في بالي حاجه معينه يعني، بس طبعا كل الاطفال في لما كنت طفل يعني زمان كان كلنا دكتور، فكره الدكتور دي يعني. انا عايز اطلع دكتور، كلنا كنا بنقول كده لحد ما حصل كده حاجه. انه انا قلتها كتير الحكايه دي ايام فتره كده، كانت وزاره الارشاد كانت بتعمل حاجه اسمها قوافل الثقافيه. يروحوا على اي قريه من الفلاحين وهم جايبين ملايه بيضاء حطوها على الحيطه الفلانيه ومكنه سينما ويشغلوا عليها حاجة. والناس تقعد يفرشوا قش كده يقعدوا في الارض يتفرجوا. انا شفت فيلم اسمه رجاله يخافون الموت. ولا طفل نسيت بقى موضوع دكتور ده، كنت عايز تبقى ايه؟ وقلت عايز ابقى مع الناس دي. فابتديت اتجه في اتجاه ان عايز ابقى فنان من بدري، وهو ده اللي كان بدايه الحكايه. اللقطه الاولانيه اللي هي بدات تيجي القاهره. وانت قد ايه؟ بعد ما خلصت الجامعه يعني، انا خلصت ثانوي في كفر الشيخ، مارست بقى في المدرسه وفي الثقافه الجماهيريه، مارست مسرح كتير يعني كده، وبعدين رحت قسم المسرح في اسكندريه، كليه اداب مسرح. اداب مسرح في اداب اسكندريه قسم مسرح، وقضيت فيه الاربع سنين بتوع الدراسه ونجحت الحمد لله بتقدير كويس. وبعدين قعدت سنه مش عايز امشي، ما عنديش حاجه، خلصت دراسه وما عنديش حاجه، مش عايز امشي، مش عايز اسيب اسكندريه، مش عايز اسيبها. اسكندريه حلو جدا جدا، مدينه تعيش يعني. فقعدت السنه دي، وبعدين جه معادي ان اخش الجيش. فقمت رايح دخلت الجيش، قضيت الجيش في سينا على فكره. قضيت الجيش، وبعد الجيش دخلت فنون مسرحيه، قعدت فيها اربع سنين وبس. يعني تفتكر ان كل المراحل دي ما لازم تشكل شخصيه؟ جيش، قريه، دراسه، اسكندريه، يعني هي دي تركيبه الفنان، عارف اللي هو مقادير عمل الفنان. لو حطيته جنب بعض هي مقادير عمل الفنان. هو دايما تلاقي الناس بتحب اسكندريه والبحر عشان الشعر والكتابه، القريه والخيال والترعه والموضوع، بعد كده حب البلد وحب الارض والجيش وسينا، بس مفيش حاجه، مش فاضل حاجه. طب ولادك علاقتك بيهم ايه؟ ده الكبدي يعني. عندي مروان في اولى جامعه بيدرس في الجامعه بيتش في المجر، ما شاء الله بيدرس عليهم كمبيوتر، وصبا في رابعه ابتدائي في الاي جي. دي اللي مجننك، دي اللي مجننه الدنيا. دي اللي مجننك. وليها الصور كده، بتبقى قاعده بتتفرج على حاجه مش ما بفهمش هي بتتفرج ولا هي بتعمل ايه. بحسها صبري فواز قوي في نفسها، هي ساعات بتنزل لها صور كده. هي يعني تقريبا على راي الله يرحمه ممدوح مداح صديقي الفنان الله يرحمه، اول ما شافها قال التعبير، قال يا لهوي. قلت له ايه؟ قال لي صبري فواز نسك حريمي. قادرين على الراجل، قادرين على الراجل، هتجيبوا لنا واحد. الله يرحمك يا ممدوح. فهي صبا يعني روحي صبا الحقيقه. طب علاقتك بيهم علاقه تفاهم واب وفنان، ولا علاقه زي علاقه ابهاتنا زمان ان كان في لا وما يحصلش ويحصل الموضوع ده شائك يا ابو حميد، والمساله بتبقى عايزه ميزان. انك ساعات لازم يقدر لهم الاب اللي انت بتطلع، لازم احيانا جميل. علشان يبقى في العيال عندهم يعني ما يسمى انا عليا، يعني فكره انه يخاف يخلي باله كده، دي مهمه جدا في التربيه. وفي نفس الوقت بتفيد بكميه حنان تعوض فكره جهامتك لما تيجي توجههم على حاجه. ده طبيعي، هي ربما زينة اصلها ابن لذينه يعني، ربنا قدرنا عليهم. اتجوزت ازاي؟